في أول أخبارنا مشاهدينا، دعا مشاركون في مجلس وزارة الداخلية حول قطاع الدفاع المدني والسلامة العامة إلى توفير أقصى اشتراطات الأمن والسلامة في المباني والمنشآت الحيوية، منوهين بأن الأمن والسلامة من الأهداف التي يعنى بها كل فرد في المجتمع وهي مسؤولية الجميع. واستضاف المجلس بخيت محمد الكتبي في منزله بمدينة العين ضمن مجالس التوعية التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وأجمع المشاركون على ضرورة التوعية المجتمعية بأخطار الحرائق وتعزيز ثقافة الإخلاء لدى مختلف الفئات العمرية في حال نشوب حريق، معتبرين الأمن والسلامة من أهم القواعد الحياتية لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لأفراد المجتمع. كما التقى سعادة اللواء خميس مطر المزين القائد العام لشرطة دبي بقاعة الاجتماعات في القيادة العامة لشرطة دبي وفدا من المركز الوطني للبحث والإنقاذ برئاسة محمد عبد الله بن براك الظاهري نائب مدير المركز. وأثنى سعادته على إنشاء المركز الوطني للبحث والإنقاذ في عام 2013 تحت مظلة وإشراف المجلس الأعلى للأمن الوطني، مشيدا بدوره الوطني ومسؤوليته في تقديم خدمات البحث والإنقاذ وتنفيذ سياسة دولية فيما يخص الإجراءات اللازمة لتنفيذ وإدارة العمليات المرتبطة بها. أكد العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان خلال ورشة تعريفية حول البوابة الاتحادية للمركبات مركبتي ونظمتها القيادة العامة للشرطة وشركة ساعد للأنظمة المرورية، وأن البوابة الاتحادية للمركبات مركبتي تقف شاهدا على حجم الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وهي تمثل اليوم الخيار الأمثل لأصحاب المركبات على اختلاف أنواعها لاختصار الوقت المطلوب للقيام بأي إجراء يتعلق بمركباتهم بفعالية وكفاءة وبأقل تكلفة ممكنة. وتهدف الورشة إلى الارتقاء بخدمة المتعاملين من خلال شرح كل ما يتعلق بالمركبات من خدمات ذكية ومبتكرة وعالية الجودة تضمن تحقيق الثقة ورضا وسعادة المتعاملين وتحقيق التوجهات الاستراتيجية المرجوة منها. كما وقع حادث مروري في تمام الساعة 7:30 من صباح اليوم على طريق شمل النخيل في رأس الخيمة أسفر عنه اصطدام 8 مركبات متتابعة على التوالي. بحسب العقيد علي سعيد العليكم مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة الذي أوضح بأن الحادث كان نتيجة للسرعة الزائدة وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، ما أسفر عنه تدهور المركبات واصطدامها تعاقبا واحدة تلو الأخرى. وفور تلقي البلاغة تم نقل فرق الإسعاف والإنقاذ إلى الموقع لإجراء اللازم، وتم نقل 3 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وأخرجوا عقب ذلك بساعات من المستشفى. مشاهدينا، كانت هذه أخبار وزارة الداخلية.